هي قصة مستوطنين إنجليز عاشوا في جزيرة روانوك الواقعة فيما يسمى بالعالم الجديد، وتحديداً فيما يعرف اليوم بأمريكا، جنباً إلى جنب مع السكان الأصليين. لكنهم اختفوا تماماً ولم يتركوا وراءهم سوى رسالة مشفرة للمستعمرين الآخرين. والواقع أن ظهور تلك المستوطنة هو نتاج محاولتين، حيث تأسست المستعمرة الأولى في عام 1585 بقيادة الوالي رالف لين في جزيرة روانوك. واجهت مستعمرة رالف لين مشاكل عديدة، منها نقص في الإمدادات والعلاقات السيئة مع الأمريكيين الأصليين المحليين، مما دفع لين للعودة إلى إنجلترا مع فرانسيس دريك بعد سنة واحدة فقط. وبعد فشل المستعمرة الأولى، أسس جون وايت مستعمرة ثانية في عام 1587 على نفس الجزيرة، والتي أصبحت تعرف باسم المستعمرة المفقودة بسبب اختفاء سكانها بشكل غامض. فعندما عاد وايت إلى المستعمرة في عام 1590، وجد أن المستعمرة محصنة لكنها مهجورة تماماً، وكأن الأرض ابتلعت سكانها. وجدت كلمة كرواتوان محفورة على سور المستعمرة، والتي فسرها وايت على أنها تشير إلى انتقال المستوطنين إلى جزيرة كرواتوان، لكنه لم يتمكن من متابعة البحث بسبب سوء الأحوال الجوية. لا يزال مصير المستعمرين مجهولاً حتى اليوم، لكن هناك تخمينات تقترح أن المستوطنين ربما اندمجوا مع مجتمعات الأمريكيين الأصليين منذ عام 1605. كما أفادت التحقيقات التي قام بها بعض سكان مستعمرة جيمستاون بتقارير تدعي تعرض مستوطني رونوك للقتل في مذبحة، لكن لا يوجد حتى الآن أي دليل دامغ على هذه المزاعم. وعلى الرغم من الاهتمام المتجدد بلغز مستعمرة روانوك، إلا أن الأبحاث الحديثة لم تقدم أي أدلة دامغة لحله، ولا يزال مصير المستوطنين مجهولاً حتى يومنا هذا.